قرار واحد حيحدد مستقبلنا. أنا مشيت في الطريق اللي أنا أبغاه، مع إنه كله كان بيقول لي ليش وعشان إيش وليش التعب وليش البهدلة، لأن أنا بس سويت المطعم اللي حلمي من وأنا عمري 13 سنة إني أعمله وعملته. الحياة عبارة عن تجارب نتعلم منها، مو عيب إنك تفتح مشروع وتقفله لما المردود لا يساوي المجهود.